الخبر أول اللي عدنا عن قمر الطاي ورتها على بعض الأسئلة. فأول شيء يا حبايب نزلت هذا الستوري كان يقولوا لها منو أحلى محتوى باليوتيوب، فردت أنت يا حبايب هذا الستوري كاتبة بي أسامة مروان ناري نبيوتي من أحلى محتويات حالية باليوتيوب، فلتتفقون وياها اكتبوا لنا بالكومنتات. أما بالنسبة للسؤال الثاني يا حبايب، فواحد من المتابعين صار يسألها إنه من الشخص اللي أنت تحبيه، فهي حطت هذه الصورة يا حبايب فوتوشوب إنه أساسك ولد وياها وكاتبة كشفت الحب، فاكتبوا لنا بالكومنتات شركة بحركة قمر. ننتقل حاليا للسؤال الثالث يا حبايب اللي صار يسألوه انه هل فكرتي تعتزلين السوشيال ميديا؟ فردت قمر الطائي انه لا، ولكن حطوا 50 خط جواها. فتتوقع لك شيء معين او هي فكرت فعليا انه هي تعتزل؟ ما ادري صراحه، اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم. وبالاضافه يا حبايب هي نزلت هذا الستوري تقول ان شاء الله حيزل لكم مقطع الثاني يوم العيد، المفروض انه هو اليوم. طبعا كل عام وانتم بخير يا حبايب، نعاد عليكم بالصحه والعافيه. ننتقل حاليا لياسو يا حبايب البث المباشر اللي فتحته، بهذا البث المباشر ويا حنين كمال، واحد من المتابعين صار يسالوها انه وين ريدر؟ فاغلب الكومنتات تقريبا كانت هيك شيء، هذا اللي خلى حنين ترد رد كلش صادم، فصارت تقول انه يروح ريدر او نوعا ما يروح ويجي 10 غيره، خلى حتى ياسو طبعا حتلاحظون انه هي انصدمت من رد حنين، نوعا ما تضايقت، لانه هي كانت تطلع ياسو بمنظر ما حلو انه هي تحكي ويا 10 شباب غير ريدر يعني مثلا، ما ادري صراحه. فالاغلب توقع انه هي سبب الخلاف بين ريدر وياسو، بدت تلعب عقل ياسو، راح اعطيكم اياه شوفوا. حاليا انس شايب يا حبايب والحادث الخطير اللي سواه، فنزل شويه ستوريات من داخل المستشفى مغمي عليه وكله دم، وبنفس الوقت السياره مالته متفلشه بشكل مو طبيعي. وعاد نزل شويه ستوريات يحكي بيها، يقول انه الحادث اللي صار كان المفروض انه هو يموت، ولكن الله كتب له عمر جديد. هذا اللي خلاه ينزل ستوريات ويعتذر من كل شخص هو نوعا ما ضايقه بحياته. على كل يا حبايب راح احط لكم اللقطات شوفوها. ينعاد عليكم بالصحه والعافيه يا رب. طبعا حبايبي انا والله العظيم مصدوم صدمة كبيرة لحد الان، انا مش عارف كيف انا عايش ما متت، لانه اللي صار الله من فوق كتب لي عمر جديد. والله العظيم شفت الموت بعيوني، 5 دقائق شايف الموت بعيوني، ومصدوم اني لحد الان عايش. الحمد لله رب العالمين، الله كتب لي عمر جديد. اليوم بحكي لكم بالتفاصيل شو صار معي، بس حبيت اطلع الستور واطمنكم واحكي لكم انه صار معي حادث. هذا اليوم الثاني من الحادث، امبارح كان مغمى علي طول اليوم نايم وجسمي مكسر تكسير، تعب. الحمد لله جت سليمة، ما صار معي اي شيء خطير، بس انه صار معي عدة شغلات وجسمي كله مفتوح ومجروح الحمد لله. اهم شيء انه مرقت هيك، لانه اللي صار معي كان لازم اموت فيه والله. بس الحادث اللي صار كنت فيه انا وصديق لي جاي زيارة من فلسطين، طبعا ما قدرت اخبركم اول ما صار الحادث انه فعليا كانت صدمه علي وعلى كل اللي حوالي. الاشي كان صدمه، والصدمه الاكبر انه طلعنا منه الحمد لله رب العالمين عايشين، لانه والله العظيم الحادث اللي صار بعمره ما حدا سمع فيك طريقه حادث، يعني اشي غريب كثير، يعني اجى فعليا حادث غريب غريب غريب. من الشيء اللي صار ما بيخطر على بال حدا يصير، ان شاء الله راح احكي لكم اياه. والله العظيم اهلي ماتوا من الرعب، كثير ماتوا من الرعب، واهل بيسان، وبيسان ضلت جنبي في المستشفى وماتت عيال، وكان الكل متوتر، وفعليا ما حد بيعرف بالحادث. هسه الكل عرف، اللي كان يعرف فيه كم صديق لي واهلي، الباقي الكل ما بيعرف، هسه الكل عرف وبس. ننتقل حاليا لاحمد ابو الربيع حبايب والستوريات اللي نزلها، اللي يعتذر بها المتابعين، يقول انه هو نفسيته كلش تعبانه وانه هو راح يضطر شوي يغيب عن السوشيال ميديا عمود يرجع بقوه. على كل راح احطكم الستوريات والله يوفقه يا رب، وان شاء الله يرجع لنا باسرع وقت. بس حاب احكي انه انا كثير تعبان، يعني كثير تعبان، يعني نفسيا جسديا مخي كل شيء متفجر. لدرجه من امبارح قبل امبارح حاولت اصور فيديو ما قدرت من كثر هيك خلص من التعب هيك. ف ان شاء الله ناوي اخذ اجازه هيك 4 ايام على السوشيال ميديا، يعني من اليوم ل4 ايام الجايين راح اختفي على الكامل من الانستغرام من يوتيوب من كل مكان. واعذروني بليز وبعتذر، بس والله العظيم خلص انا اذا ما باخذ 4 ايام هاي حيصير لي اشي. ف نراكم بعد 4 ايام، كل عام وانتم بخير.
وصل حبايبنا صوت المقطع، فجروا بخب لايكات ونكفز زي ما قاتمك القصص. احبكم وبس، مع السلامه.